حسن هيقول لك ايه ونرجع تاني. مهندس فرج عامر، طبعا شهدت في حضرتك مجروحة، و لان حضرتك اللي ربتني في نادي سموحة، وحضرتك رمز كبير لنادي سموحة، وانا بتمنى لحضرتك التوفيق، وقبل ده كله ان يكون ربنا يديك الصحة وطولة العمر، وتفضل تضيف لينا وتضيف لنادي سموحة وتضيف للرياضة المصرية كده ان شاء الله. وانا من هنا انا بشكر حضرتك، لانك بعد ربنا وقفت جنبي، وقفت جنبي انا شخصيا، ان انا قدرت انك ترجعني تاني للعب، وان انا اساعد في جزء كبير في جزء صغير من كيان كبير في نادي سموحة. فالحمد لله انا بحمد ربنا ان انا عرفت حضرتك.